تمام. أولا ألف شكر على هذه المقدمة السعيدة باشمهندس عمر، وسعيد طبعا دائما بوجودي من ضمن تيم بيم أريبيا من كذا سنة، وسعيد برضو بالبارتيسيبنت اللي معانا، أعضاء التيم وزمايلنا كلهم في الجروب بتاع بيم أريبيا على مدى السنين الطويلة اللي فاتت دي. الفكرة ببساطة، وده اللي احنا كنا بنحاول فعلا نأجاست دائما تبعا يعني الفيجن بتاعت بيم اريبيا، الا وهو نشر المعلومه اللي عندنا كلنا، ومحاوله ان احنا بشكل او باخر كل حد فينا يبقى عارف حاجه، وده اللي اتعلمناه بدايه طبعا من بيم اريبيا تيم وباشمهندس عمر فيها، فكره ان احنا ازاي نشير المعلومه ما بيننا وما بين بعض، لعل وعسى معلومة صغيرة عند حد فينا تفيد باقي الزملاء في ما يشاهدوه من آلام ومصاعب في مجالنا اللي هو مجال الكونستراكشن تحديدا. والأهم بالنسبة لنا فكرة كمان الكونستراكشن مانجمنت، وهي الأصعب والأسوأ بشكل أو بآخر كليفل أعلى. الفكرة ببساطة إن شاء الله دي هتبتدي تبقى أول سيشن من السيشنز بتاعتنا، هنحاول نسبورت مع بعضينا في الكام سيشن اللي جايين دول بداية من النهاردة، بفكرة تعريف الكونستراكشن مانجمنت، تعريف الكلاود، هو يعني إيه كلاود، إيه الأنواع بتاعته، إيه استخداماته، هل هو ليه لازمة أصلاً بالنسبة لنا ككونستراكشن ولا لأ، هل الناس بدأت تطبق بيه وتستخدمه بالفعل بره بشكل او باخر ولا لا. في نفس الوقت اللي احنا بنسميها كلاود ايرا او عصر الكلاود، وده اللي بدا فعلا من ما يقرب من 10 سنين. فمن هنا حبيت فعلا اشير مع التيم بتاعنا كله في بريم اريبيا شويه النولج الصغيره اللي الواحد شافها في خلال الفترات اللي فاتت تحديدا، وهل وده الأهم يمكن عن تجربة بقى سواء شخصية أو عملية بشكل أو بآخر، إزاي كمان إن هي فعلا هل فكرة الكلاود دي اتطبقت في بالنسبة لنا في الكونستراكشن وتحديدا الكونستراكشن مانجمنت، ولا هي كلها ضروب من الخيال وكمان الناس بره هي اللي بتستخدمها واحنا مالناش دعوة، أو لا لسه قدامنا 10 15 سنة تاني عقبال ما هذه التكنولوجي وهذا الإفكت يبتدي يأثر معانا أو يوصل لنا. كل دي تساؤلات بشكل أو بآخر حبيت إن إحنا نطرحها مع بعض ونفكر فيها بصوت عالي. زي ما بيقولوا كده، أنا بقول وجهة نظر صغيرة بيزد على شغلي الشخصي وشغل المكان اللي أنا فيه اللي هو زي بلدر، وفي نفس الوقت بستفيد من معلومات حضراتكم كلكم باختلاف ما شاء الله ان بيم اريبيا قدرت تكولكت من كافه الدول العربيه بكافه الديسبلين بتاعه المشاريع بكافه الاعمار. فده في حد ذاته بالنسبه لي انا شخصيا افاده مهمه جدا، ان احنا بنشير مع بعضينا المعلومه وبنتناقش فيها ونشوف هل هي الموضوع ابليكابل اصلا بالنسبة لنا ولا لأ، والتركيب والتشغيل بتاعه أصلاً بالنسبة لنا في مصر والوطن العربي جميعاً هل هو بالفعل قادر ولا لأ. فبنبتدي زي ما أنا قلت لحضراتكم، دي الأجندة بتاعت الوركشوب كلها، الفكرة كلها دي بتاعت السيشن بتاعت النهاردة بس. فيها الأسئلة الأساسية بفكرة تعريف الكونستراكشن مانجمنت ثرو مالتيبل فيزز، بداية من البلاننج والسكادولينج والريسورس والكوست استيميشن والبروجكت كنترول، وطبعا الأساسي بالنسبة لنا جميعا والإفادة فيها هي فكرة البم، هل هو البم فور كونستراكشن مانجرز، هل هو بالفعل مهم ولا لأ. وفي الآخر إن شاء الله هتبقى اللاير الأخيرة بالنسبة لنا تطبيق اللين والكلاود على الكونستراكشن مانجمنت بالنسبة لنا.
طيب، هل أعتقد في ناس بتريز هاند ولا ده بيجربوا بس؟ طيب، بداية قبل ما نكمل، هل في حد عنده تساؤل إيضاح قبل ما نستارت؟ تمام. طب باشمهندس عمر، هل الصوت وصل كده ولا في أي إيشيو؟ تمام، أوكي. طيب، العبد لله الفقير، دكتور محمد الفران، أستاذ مساعد وزارة الطيران المدني، وأصلا خريج كلية هندسة جامعة القاهرة. شرفت بالعمل يعني حوالي 15 سنة في الوطن العربي وأفريقيا، وقبلهم حوالي 7-8 سنين في أمريكا الشمالية والجنوبية بشكل أو بآخر على حسب المشاريع بتاعتنا اللي كنا فيها. تخصصي من ساعات ما اتخرجت حتى هذه اللحظة، كل يعني الاكسبيرينس بتاعتي في فكرة الكونستراكشن والبروجكت مانجمنت، بس يمكن كنت بحاول دائما ان انا ابص لقدام شويه، اشوف ايه الاكسبيرينس اللي ممكن احسن بيها الاداء. دائما كنت بحطه قدامي بالفكر العادي اللي هو فكره work smarter don't work harder. فكنا بنحاول نستخدم طبعا البيم من اول ما طلع من 2001 2002 بدايه، واستخدامات الاي او تي والكلاود افكت من 2007 2008، من ساعة ما طلع في المشاريع اللي احنا بنشتغل فيها، بداية حتى ما قبل ما يطلع المسمى بتاع الـ AI او الـ Artificial Intelligence، واستخدامات في الـ Construction والـ Project Management تحديدا، استخدامات الـ AI وما يسمى بالـ Neural Network والـ Fuzzy Control، وبعدها دخلنا في الـ AI والـ Machine Learning والـ Deep Learning وخلافه وتطبيقاته اللي فيها. حاليا الحمد لله استشاري مع أشغال في قطر كشركة، واستشاري مع مجموعة بن لادن الحرمين، وهنا في مصر طبعا يعني كام شركة صغيرين كده اللي احنا بنشتغل معاهم زي سياك، حسن علام، وراسكوم السويدي أمريكانا، وما زال الحمد لله الكوربريشن از بروجكت مانجمنت مع الشركات اللي احنا كنا شغالين فيها في امريكا، لا ستيل نتورك واكستريم لودنج وابلايد انجينيرنج، ما زالت قائمه حتى هذه اللحظه. ايه تعريف صغير ملوش اي علاقه بالموضوع، ايه البلاتفورم اللي احنا بنتكلم عليه او اللي بنحاول نشوف هو بالفعل يابلاي فكره الكلاود والكونستراكشن؟ ايه هو زي بيلدر؟ زي بيلدر اتس انتجريتد كلاود بلاتفورم سبيشالايزد فور كونستراكشن مانجمنت based on BIM, cloud and AI technologies. الاختلاف، وعشان أكون واضح صراحة بالنسبة لحضراتكم، الفكرة كلها إن زي ما احنا كلنا ككونستراكشن وكـ MEP وفي نفس الوقت الكتروميكانيكال عموما انجينيرز، اشتغلنا في موضوع الكونستراكشن فيلد والكونستراكشن بروجكت مانجمنت تحديدا. انا واحد من الناس كنت بتعذب جدا عشان احصل على اي معلومه، سواء من السايت او سواء من الهيد اوفيس لو انا كنت موجود في السايت. فمن هنا بدانا زي ما انا قلت لحضراتكم بنحاول نتارجت من حوالي 2005 نتارجت ازاي نقدر نشتغل بالفعل بفكر الورك سمارتر دونت ورك هاردر، وازاي ان احنا في كثير من الاحوال ان احنا نستخدم التكنولوجيز الجديده واول ما بتطلع ما بنستاش صراحه ان هي لما زي ما بيقولوا كده بتستوي، ان احنا ازاي نقدر ناتاك التكنولوجيز ونفهمها ونستخدمها بتفاصيلها عشان تقدر تساعدنا في شغلنا. دول البارتنرز اللي معانا حاليا كشركات، ودول اللي فعلا شغالين معاهم سواء ككونسلتنت او شغالين حاليا بزي بيلدرز از بلاتفورم. الحمد لله معانا حوالي 25 ميجا بروجكتس، من ضمنها برجين من ابراج العالمين، جامعه الملك سلمان في مصر، 4 مباني وزارات في العاصمه الاداريه الجديده، ومعانا حوالي 7 مشاريع في العالمين بخلاف المباني
الأبراج نفسها، فمعانا جامعة العالمين والخلافة، وكل هذه المشاريع حاليا هي بتدار باستخدام الزيبتر. طيب نرجع للسبيتش بتاعتنا. فكرة الكلاود ظهرت زي ما انا كنت لسه بتكلم مع حضراتكم، ظهرت من اواخر الفينات 2005 2007 تقريبا. كانت الهدف الرئيسي منها فعلا كانت بتحل مشكلة، مش هي دي اللي وصلنا لها دلوقتي، ولكن بالفعل كان الهدف الرئيسي منها هو اي تي بحت، اللي هو ان شركات الكونستراكشن عموما وشركات السوفت وير تحديدا ازاي ان هم من غير معملين يكبروا في الانفراستراكشر بتاعتهم كسيرفرات ومانجمنت وسويتشز وخلافه، ازاي ان هم يسبورتوا معاهم بشكل قوي فيقدر يحجز داتا سنتر او بورشن من داتا سنتر كبيره جدا زي بتاعت امازون او بتاعت مايكروسوفت او بتاعت جوجل حتى، ويقول انا محتاج عدد كذا سيرفر وعدد كذا سويتش وعدد كذا داتا سنترز with sizes، ويبتدي يشتغل عليها بدون ما يبقى الهاردوير نفسه موجود عنده. والفكره كلها فكرتها ببساطه، لو احنا كلنا مثلا سايف في اريا معينه فبنقدر نشير مع بعضينا الريسورسز بتاعت السيرفرات بيزد على اليوسج بتاعتنا. وفي الاخر لما فعلا جربوها وطبقوها وجدوا ان هي بتوفر كتير قوي في التكلفه وتوفر كتير قوي في الاوبريشن كوستس بتاعتها، سواء ال كهيومن ريسورسز يعني، او بدات تتطور بصوره سريعه جدا ان الموضوع ما بقاش اي تي بحت، بل بالعكس ده بقت في شركات كامله بتيجي تقول لا ده انا محتاج احط او رن اعمل رننج للابلكيشن بتاعي يعني على الكلاود سيرفر دي، وبالذات ان هو لو كان ابلكيشن محتاج اجهزه وز هاي سبيكس شويه، زي مثلا زي ما احنا بنتكلم على الريفت تحديدا وهو شهير من زماننا، او ال 3 دي ماكس او المايا او البرامج عموما اللي بتحتاج جرافيكس بروسيسور عالي، فبضطر ان انا اشتغل بيها اجيب لها جهاز هاردوير سبيكس بتاعته عاليه شويتين، فبالتالي بيبقى التكلفه عاليه. لا ده بقت الشركات الكلام ده برضو بعدها بسنتين ثلاثه بداوا يبتدوا يتحركوا في ابلكيشن لاير مختلفه، اللي هو لا ده انا بنزل الهاردوير وبحط عليه السوفت وير بتاعي ايا يعني كانت السبيكس بتاعته، وكمان ببتدي اشير اليوسج بتاعه. لو انا عندي فريق مثلا من البام انجينيرز فمحتاجين كلهم نسخه ريفت بهاردوير سبيكس عالي قوي،